الخبر واللي عادنا عن تهجم المتابعين على نور ستارز وبالاخص العراقيين. فنور ستارز نزل على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي جنبي هذا الفيديو ورجع فكرته انه تفرج الناس ملابس العرب، حطوا اكثر من دور حطكم اياه الفيديو شوفوه. لاحظوا يا حبايبي انه هي ما حطت علم العراق ولا حطت العراقيين، فهي من الكومنتات اللي جتني صارت تهجمون عليها انك ما حطت علم العراق وان الفلسطينيين مو هيج، فكل كومنت صارت بهذا الشكل وهذا مو حقيقيين واكيد كل شيء تعليقات، فاكتبوا يا حبايبي بالكومنتات هل تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر عدنا هو وسام تيكيت، فوسام تيكيت نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان به هذه الصوره واللي كان كاتب عليها انه من تصوير امبارح ملتكم مقلب بحدث صار في زعل يعني، واللي قاعد يلمح خلال انه راح ينزل لنا مقلب الايام اللي جايه، فاكتبوا يا حبايبي بالكومنتات قاعد متحمسين لهذا المقلب. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا في نارين بيوتي، فنارين بيوتي نزلت على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، وهذا الستوري عادت من خلال انه هي سوت مقابله ويا احدى القنوات راح تنزل بتاريخ 10 بالشهر على قناه احد الاشخاص اسمها كارول اليمين، تسوي مقابله ويا اكثر من يوتيوبر، راح احط لكم الستوريات شوفوها. ان شاء الله ما اكون جبت العيد. استنى المقابله ايمت؟ رح تنزل مقابله التنين الجاي ب10 الشهر على قناتي على يوتيوب، رح احط لكم الرابط هلا اصحابه و رح نعرف سوا اذا جابت العيد. نو ان شاء الله لا شو بس فيني اوعدكم انه سالت كل اسئلتكم اللي بعثتوا لي اياها كلها انسالت. الخبر الثالث اللي عدنا عن شهد وسمد، وتحديدا شهد ووصول قناتها باليوتيوب ل 900,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب، وطبعا لا تنسوني حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقه وسام تيكيت واخفاء الاسم بلا شرف من الكومنتات اللي عنده، اما لسع السبب فصراحه ما ادري، لكن بس اشخاص اللي ذكروني بيا ما نقول لما فضحت وسام تيكيت انه متحرش، فهم الكومنتات صار يقولون انه انت بلا شرف من هذا الكلام، حطكم رابط مقطع مال بيا ما نقول وصف حبني راح اشوفه، فيمكن هو حذف هذا الكومنت بسبب هذا الشيء، اما بس بدليل انه تخلق مقطع نزله ونزل بيع التعليقات ورحنا كتب مثلا بلا شرف ما ترى كلمه ثلاثه ولا عمدا فالتعليق تعليق الاشخاص على خبرايا، بنضحهم زين راح نغير الحساب او نشوف التعليق حيطلع للناس او لا، بما غير الحساب ونزل بيع التعليقات ورحنا على كلمه ثلاثه توين راح تشوف انه التعليق ما ظهر متعلق هذا اشخاص ثانيين ظاهر، فاكتبوا لي احبابي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر بحركه اخفاء الكلمه بلا شرف من الكومنتات اللي عنده. الخبر الخامس اللي عدنا عن روان وروزان والفيديو كليب الجديد اللي نزلوه، فالفيديو كليب كان بعنوان الحمد لله، بالنسبه للاشخاص اللي ما سمعوا الكليب راح احط لكم رابط الكليب بالوصف اتمنى الكل راح يشوفه، بالنسبه للاشخاص شايفين اكتبوا لنا تقييمهم بالكومنتات هل هو الفيديو كليب عجبكم او لا. الخبر السادس اللي عدنا عن شيرين بيوتي وليش صارت تبكي، فشيرين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات قاعد اشوف فيها مقطع النارين بيوتي، وبهذا المقطع هي مشتاقه لنارين بيوتي خاصه انهم حاليا مو ويا بعض مفترقين عن بعض، كل واحد بدوله احط لكم الستوريات شوفوها. اوكي شوفوا المقطع شوفوا المقطع سوالي لازم اعلي الصوت. سو كيوت شوفوا شو حلوين طالعين. I miss you, Narin. وبتسألوني ليه بدي روح على دبي؟ ليه بحب روح على دبي؟ شوفوا 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 وبس والله وصلت المقطع، اتمنى اعجبكم لا تحطون لايك، اشتركوا بالقناه، شاركوا في فيزيم قاتمة قصص، ومع السلامه.